إن الحبل السري هو قناة التواصل التي تبعث بها الأم للجنين غذاؤه وتحمل عنه الفضلات فيتخلص منها جسم الأم. هو ليس طويلا على الإطلاق كما قد يظن البعض، فهو لا يزيد في الغالب عن 50 سنتيمتر. أثناء الولادة يقوم الطبيب بقطعه بمسافة تبتعد عن سرة المولود أو عن جسمه بما لا يقل عن 5 سنتيمتر أو أكثر، وتبقى بقاياه لأيام بعد الولادة، ثم يسقط بعدها ويلتحم مكانه تماما، يبقى فقط آثاره وهي السرة. وهكذا تبدأ أعضاء المولود في العمل مثل الرئتين والكبد والكلى وغيرها. تخاف العديد من السيدات من حدوث هذه الحالة وهي التفاف الحبل السري حول عنق الجنين، وقد تصاب الحامل بقلق شديد. الحقيقة أنه في غالب الحالات لا يعد التفاف الحبل السري حول الجنين أثناء الحمل هو أمر خطير، بالإضافة إلى أنه لا يحدث عند الولادة إلا في حوالي 20% من حالات الولادة الطبيعية. وقد يظن البعض أن تقلب الأم أثناء النوم هو ما يسبب التفاف الحبل السري حول الجنين. الحقيقة أن هذا أمر غير صحيح تماما. المسألة ترتبط بحركة الجنين في داخل الرحم، لذلك إن حركتك لا دخل لها أبدا بذلك. إن متابعتك الدورية عند الطبيب خصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل مهمة جدا، لأن فحص الرحم بالموجات الفوق صوتية يظهر حدوث ذلك، حتى تستطيع الطبيبة تقرير ما إذا كانت حالتك تستدعي الخضوع لولادة طبيعية أو قيصرية. وطالما ظل الجنين يتحرك بصورة طبيعية وتظهر دقات قلبه منتظمة، فإن التفاف الحبل السري حول عنقه أثناء الحمل لا يشكل أي خطر. أما أثناء الولادة فقد يصبح الخطر هو اختناق المولود وتوقف وصول الهواء للدماغ لبعض الثواني. لذلك أعود وأؤكد أنه من المهم جدا متابعة الشهور الأخيرة مع الطبيبة لمتابعة قلب الجنين والتأكد من انتظامه، كذلك التخطيط المناسب للولادة. وفي أغلب الحالات ما لم يكن لديك أنت أي مشكلات أخرى يمكنك الولادة بصورة طبيعية وقص الحبل السري بمجرد خروج رأس الجنين وتقليص عنقه حتى لا يحدث أي اختناق للجنين، وهو ما يشكل الخطر الوحيد.